الحلقة الخاصة بالأمهات مستمرة على شاشة MBC. ودعنا ضيفتين، هلأ بدنا نستقبل الأم كفا القاضي وابنها مراد من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. كيف الأحوال؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ كيفك أنت؟ بخير بخير. شو عندك أولاد ما شاء الله غير؟ عندي بنت كمان. مراد؟ بنت. بنت؟ صبي بنت؟ الله يخليهم. آمين. شو بتشتغلي؟ ربت منزل. ربت منزل. مراد شو عم تعمل؟ خبرنا. أنا طالب أولى جامعة. أولى جامعة. قسم إنجليزي. قسم إنجليزي، الله يوفقكم. أنتوا من وين؟ من أي منطقة المملكة؟ من المنطقة الغربية من الطائف. طيب مش رح ضيعكم وقتكم كثير، صرنا تقريبا بالنصف الأخير من البرنامج من الحلقة. 12 سؤال إلى مليون. وسائل المساعدة بتعرفوها، عندكم وسيلة ما فيكم تستخدموها إلا بعد ما تكونوا ثبتوا المبلغ اللي بتحبوا إنه ما تعرفوا تخسروه، هي الاستعانة بالمستشار. بقى لذلك بدي أطلب منكم الآن إنه تثبتوا المبلغ اللي بترغبوا إنه توصلوا له وما تعرفوا تخسروه. خلي الأم تفضل. نثبت إن شاء الله على السؤال السادس. على السادس يعني 20,000 ريال. إن شاء الله. فإذا بنثبت لكم على السؤال السادس 20,000 ريال، لما توصلوا إلى السؤال السادس وتجاوبوا صح بصير معكم 20,000 ريال، بصير فيكم تستعينوا بالمستشار، بصير عندكم إمكانية للوسيلة الرابعة. جاهزين نبدأ؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مع الأخت كفا مع ابنها مراد من المملكة العربية السعودية من الطائف، ومن سيربح مليون؟ السؤال الأول، فرخ الحمام هو الفرفور، اليحمور، الزغلول، البلبول. الإجابة الثالثة الزغلول. زغلول. زغليل. بيطبخوا زغليل، هم بيعملوهم. بتعرفي تطبخي زغليل؟ لا. شاطرة بالطبخ؟ الحمد لله. ماشي الحال. الحمد لله. بتعملي كبسة سعودية كما يجب. الحمد لله. طيب ثلاثة زغلول، الجواب النهائي؟ جواب نهائي. الجواب صح، 500. السؤال الثالث، أي من هذه هي وحدة قياس للطول؟ يد، رأس، قدم، إصبع. الإجابة الثالثة قدم. 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 جواب نهائي. جواب نهائي. قدم طبعا. قدم جواب صح. السؤال الثالث، من هو النبي الذي يعرف لغة الطير؟ داود، إسحاق، سليمان، يعقوب. النبي سليمان عليه السلام يعرف لغة الطير. سليمان. 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 جواب نهائي. جواب نهائي. سليمان. والهدهد ما هيك؟ فعلا. الجواب صح. السؤال الرابع، أكون أو لا أكون قالها أحد أبطال شكسبير، فمن هو؟ عطيل، هاملت، الملك لير، ياجو. الإجابة الثانية هاملت. هاملت. To be or not to be. That's a question. That's a question. والله غلطي الإنجليزية منيحة. جواب نهائي؟ جواب نهائي. هاملت. موافق مراد؟ أنت تارك الوالدي ما شاء الله معتمد عليها. هو شاف الفيلم. شفته قبل. جواب صح. صار 5,000 ريال. السؤال الخامس ب10,000 ريال، ما هو الاسم الذي كان يطلقه العرب على البحر الأبيض المتوسط؟ بحر الروم، البحر الأبيض،
البحر المتوسط، بحر البرابرة. فكروا منيح، عندكم وسائل مساعدة، اوعى تتسرعوا. الإجابة الأولى بحر الروم. بحر الروم؟ متأكدي من ذلك؟ طبعاً. متأكدي منيح؟ إن شاء الله. جواب نهائي؟ جواب نهائي. ليش سألتينا مراد؟ مشاركة. مشاركة بس؟ بحر الروم. نعم بحر الروم جواب صح. يعني كانوا الرومان يسموه بحر، لذلك نسبة إلى الرومان. هلأ عندكم سؤال واحد بعد إلى المبلغ اللي ثبتوه 20,000. لازم تجاوبوا صح لحتى ما تعودوا تخسروا 20,000 وما تنسوا وسائل المساعدة. منشوف السؤال السادس. الأخطل، جرير والفرزدق هم ثلاثة شعراء من العصر العباسي، الأموي، الفاطمي، العثماني. الأخطل، جرير، الفرزدق، أي عصر؟ العباسي. لا ما أعتقد أعتقد أنهم من العصر الأموي. طبعا ما هم من الفاطمي ولا العثماني لأنه هذه عصور متأخرة. في عندكم وسائل مساعدة إذا محتارين؟ نستعين بصديق. نستعين بالتصديق. من هو الصديق؟ آمنة القاضي. آمنة القاضي. آمنة القاضي. نسيبي قريبة لكم؟ أختي. أختك. فإذا نتصل بأختها لست كفا آمنة القاضي. ألو. أخت آمنة مساء الخير. هلا مساء النور. معك جورج إرداحي. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. في معنى اختك ست كفا مع ابنها مراد عم بيشاركوا بالمسابقه، صار معهم الى الان 10,000 ريال بحاجه لمساعدتك. السؤال قيمته 20,000 ريال، معكم 30 ثانيه من وقت ما تبدا كفا بالكلام. كفا علي صوتك شوي تفضلي. امنة شعراء النقائد من اي عصر، الاموي ولا العباسي؟ الأخطل، النقائد، جرير والفرزدق. أنا رجح إن الأموي. ما أنت متأكدة؟ أعتقد يعني الأموي. لا مو متأكدة بس أعتقد إن الأموي. شكرا. إن شاء الله توكلي. على مع السلامة. مع السلامة. إذن الأموي. تقولي الأموي جواب نهائي؟ جواب نهائي. مراد أنت ما أعطيتني رأيك. لا ما هو هلا انت جاوبتي خلص. يعني انا بدي هيك دردش مع المستشار تنشوف شو رايه، تعب بركي بتطمئني قبل ما اعطيكي الاجابه. شو استاذ حسين؟ يعني لهم مواقف يعني مشهوره، الفرزدق مع الحجاج، والحجاج طبعا اموي اموي اموي. اها الحمد لله. فاذا الاستاذ حسين عم بياكد لك هال الحمد لله صاروا 20,000 جواب صح. بدنا نتوقف لآخر مرة بهالحلقة للفاصل الإعلاني. ما تنسوا تجاوبوا على سؤال المشاهدين بتربحوا 10,000 ريال سعودي. صرتوا تعرفوا هالشي، لازم كرروا أنا من وقت لآخر. على كل حال بنرجع بنكمل مع الأخت كفا وابنها مراد من المملكة العربية السعودية. خليكم معنا.